الإمام الحسين وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويل لأمة إذا كان حاكمها يزيد. فقبل أن يخرج الإمام الحسين من مدينة المنورة إلى مكة، في الليل ذهب إلى قبر جده الرسول صلى الله عليه وآله وودعه، وذهب إلى قبر أمه الزهراء وودعها، وذهب إلى قبر الإمام الحسن أخوه وودعه. وهكذا خرج الإمام الحسين من المدينة المنورة إلى مكة، وكان يعلم ما الذي سوف يحصل. تعلمنا من هذه القصة